بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على شابتر جديد بعنوان Variations in Chromosome Structure and Number. الآن سبق الكلام بأنه الكروموسومات هي المسؤولة عن حمل الجينوم أو المادة الوراثية المسؤولة عن تحديد صفات الكائن الحي باختلاف نوعه، وقلنا أنه عدد الكروموسومات يختلف من كائن إلى كائن، وعدد الكروموسومات محدد لهذا النوع من هذه الكائنات. يعني عدد الكروموسومز في الهيومان 46 كروموسوم، هذا العدد الطبيعي. الآن موضوع تشابتر بناقش الاختلاف في شكل وعدد الكروموسومات، يعني بمعنى آخر الشذوذ عن الحالة الطبيعية وما يترتب عليها من آثار على الشكل وصفات هذا الكائن الذي طرأ عليه التغير، سواء كان في عدد الكروموسومات أو في شكل. هنشوف إيش في داخل محتوى هذا التشابتر. Types of chromosomal mutations. بداية معنات كلمة mutation أو تعريفها هي permanent change in DNA sequence، يعني أو permanent alteration in DNA sequence، تغير دائم في sequence تبع الDNA، يعني صار في substitution, deletion, addition, duplication، وهذا التغير صار دائم ومتوارث. لكن إذا صار تغير وتم معالجته ولم ينقل من جيل إلى جيل اللي بعده، فساعتها أنا ما أقولش عنه إنه mutation بالمعنى الدقيق، ولكن كلمة mutation تعني إنه صار في تغير في الDNA وهذا التغير صار متوارث وثبت على ذلك الحال. Types of chromosomal mutations، أنواع الطفرات اللي ممكن تحدث على الكروموسومات. الطفرات اللي تحدث على الكروموسومات تندرج تحت قسمين كبار، إما أن تكون تغيرات في الشكل، ساعتها عدد الكروموسومات بيكون ثابت، يعني لما نحكي على الإنسان بيكون عدد الكروموسومات 46، لكن شكلهم مش طبيعي، في إشي صار فيهم غلط، صار في deletion، صار في duplication يعني مضاعفة، صار في inversion، صار في addition or insertion. المهم العدد ثابت ولكن التغير في الشكل الطبيعي هو اللي صار، طبعا هذا له أثاره. النوع الثاني من الطفرات اللي هو chromosomal mutation in chromosome number، عدد الكروموسومات هو اللي تغير بالزيادة أو بالنقصان، وقد نكون يعني مررنا على هذا النوع من الكروموسومال mutation في الشابتر السابق اللي هو Klinefelter والترنر سندروم وما إلى ذلك، اللي هو عدد الكروموسومات بيكون زيادة أو نقصان وآثار المترتبة على هذه الزيادة أو هذا النقصان. In bacteria, archaea and eukaryota, chromosomal limitation are spontaneously or can be induced experimentally by certain chemicals or radiation. طفرات هذه سواء كانت structural or numerical، سواء كانت شكلية أو عددية، في أي نوع من الكائنات ممكن أن تحدث إما تلقائيا كنوع من أنواع التطور، هذا الكائن وضع في بيئة جديدة لا تتناسب الصفات الوراثية تبعته، فبده يضطر يتأقلم معاها عشان يقدر يعيش، فبده يضطر يغير من صفاته. هذا التغير بيكون أساسه تغير في الجينوم أو في الدي ان اي، يعني في الكروموسومات. يبقى ممكن يكون الكروموسومال ميوتيشن تلقائية أو ممكن تكون محفزة، أنت كإنسان أو في تدخل خارجي هو اللي لعب في الموضوع وخلى التغير هذا يصير، سواء كان تغير عددي أو تغير شكلي. هذا التدخل ممكن أن يكون بمواد كيميائية معينة أو بنوع معين من أنواع الإشعاع. Chromosomal mutation traditionally were detected by genetic analysis. في العادة الطفرات الكروموسومية هذه يتم اكتشافها بالتحليل الجيني، يعني بندرس الكروموسومات تحت الميكروسكوب، هذا بسموه cytogenetic analysis في العادة، لكن مش دائما، لأنه في بعض الأحيان بصير في خلل في الكروموسوم ولكن لا يمكن اكتشافه بالطرق التقليدية. A more precise description of chromosomal mutation is now possible in cases where genome sequences can be compared. لكن الطريقة التي لا فيش بعدها، يعني أنه أنت بتقدر تعرف الطفرات اللي صارت على الكروموسومات سواء كان عددية أو شكلية باستخدام الجينوم سيكوانسينج. الآن في كثير من التقنيات اللي بتعمل سيكوانسينج. شو يعني سيكوانسينج؟ يعني تقرأ الدي ان اي من الألف إلى الياء تبع الجينوم أو تبع الكائن هذا، وتشوف هذا الجينوم وتقارنه بريفرنس ستاندرد، هذا يعني جينوم ستاندرد، وأي تغير في أي مكان بقولك والله صار في تغير في النيوكليوتايد كذا في المكان الفلاني،
صار في إضافة لقطع، صار في حذف لقطع، صار في مضاعفة لقطع، صار في قلب لقطعة معينة من الكروموسومات، وبالتالي السيكونسينج الآن أفضل من أي طريقة تانية. In many eukaryotes, significant chromosomal mutation can be detected under the microscope during mitosis and meiosis. في الطرق التقليدية الكروموسومال ميوتيشن ممكن نشوفها خلال الانقسام الميتوزي أو خلال الانقسام الميوزي. هنا كلمة جوهرية، خلال الانقسام، بمعنى آخر أنك لا تستطيع أن ترى الكروموسومات بالشكل المعهود إلا إذا الخلية دفعت باتجاه أن تنقسم أو خلال ما هي بتنقسم. We often have the impression that reproduction in humans usually occurs without significant problems affecting chromosome structure or number. عندنا انطباع احنا كبني البشر انه طالما الانسان انجب ولاده سليمين وشكلهم سليم وسلوكهم سوي، فهذا معناته انه ما فيش عنده اي مشكلة في الكروموسومات لا هو ولا عند زوجته. ولكن اذا وجد العكس، بمعنى اخر طلع عنده ولد مشوه، عنده ولد ذو اعاقة، عنده ولد ذو مرض متلازمة معينة مثل متلازمة الدان، فهذا مدعاة انك انت تفكر انه اكيد صار في خلل في تلك الكروموسومات سواء كان عند الميل او في ميل، خصوصا اذا تكررت هذه الحالة في عائلة ما. يعني مثلا بتلاقي عائلة فيها 5-6 داون سيندروم، فاكيد هنا في رابط مشترك ما بينهم انه الاساس تبعهم اللي هو الام او الاب في عنده مشكلة في الكروموسوم، اما هذه المشكلة ان تكون شكلية أو أن تكون عددية. Most babies appear normal as does the majority of adults in population. غالبية الأطفال اللي بيولدوا بيروا أو تراهم أنت سليمين كعادة البشر اللي موجودين في المجتمع. هذا الإشي الدارج الطبيعي. However, chromosomal mutations are more common than we once thought. لكن الطفرات الكروموسومية هي أكثر مما إحنا نعتقد. يعني أنت بتقول طالما غالبية الناس بيولدوا طبيعيين يبقى ما فيش عندك كروموسومال ميوتيشن، لكن يعني او بمعنى اخر انه هي حدث نادر جدا، لكن هذا الاشي مش صحيح بالدرجه الاولى. في كثير من الطفرات الكروموسوميه ولكن قد لا يرى اثرها. And they contribute significantly to spontaneously aborted pregnancies and stillbirths as well as some to form of cancers. يعني الحالات تبعت الاجهاض المتكرره، المواليد اللي بتموت اول ما تنولد، مثلا بكون حي يولد يوم يومين ثلاثه بعدين بموت، أو كثير من أنواع السرطانات، هذه سببها المباشر والرئيسي في الغالب هو كروموسومال ميوتيشن، زيادة في عدد الكروموسومات، نقص في عدد الكروموسومات، أو اختلاف في شكل الكروموسومات عن الطبيعي. على سبيل المثال major chromosomal mutations are present in approximately half of spontaneous portions. يعني لو تيجي أنت تمسك عدد حالات الإجهاض في مجتمع معين، 50% من عدد حالات الإجهاض التلقائية اللي بدون أي سبب كانت المرأة حامل بدون ما تتعرض لأي مشقة أو أي تعب أو أي كيماويات أو أي أدوية كذا، ففجأة صار عندها إجهاض. 50% من حالات الإجهاض هذه يكون سببها خلل في الكروموسومات. And a visible chromosomal mutation is present in about 6 out of 1,000 live births. يعني نسبة الكروموسومال mutations في مجتمع ما تصل 6 في 1,000. يعني كل 1,000 مولود يولد 6 منهم بكون عندهم spontaneous chromosomal mutations، هذا اللي بينولدوا، واللي بصير فيهم إجهاض 50% منهم أو سببهم هو chromosomal mutation. Other studies have shown that some 11% of men with serious fertility problems and about 6% of people institutionalized with mental deficiencies have chromosomal mutations. في مكان آخر سيبك من المواليد والإجهاض والكلام هذا، يعني الرجال اللي لا يستطيع الإنجاب اللي عنده مشكلة في الخصوبة سواء كان عقم أو قلة خصوبة، 11% من الناس أو الرجال اللي بعانوا من هاي المشاكل سببها كروموسومال ميوتيشنز. كمان 6% من الناس اللي بتدخل المصحات النفسية والعلاج النفسي سببها كروموسومال ميوتيشنز. كروموسومال ميوتيشنز are significant causes of developmental disorders. واحد لا ينمو بالشكل الطبيعي أو الشكل المعهود، دور على أساس الموضوع هذا بتلاقي نسبة لا بأس بها سببها chromosomal mutations. Variation in chromosome structure. الآن بدك تحكي عن الجزء الأول من الطفرات تبعت الكروموسومات اللي هو طفرات تخص شكل الكروموسوم، يعني معنى آخر العدد إيش؟ سليم 4 4
common types of chromosomal mutations involve changes in chromosome structure. أربع طفرات شكلية معهودة للكروموسومات. أولهم deletion and duplication. لاحظوا إنه في كل تنتين بيكونوا مع بعض. deletions and duplications. إيش معنى deletions؟ حذف. إيش معنى duplications؟ يعني مضاعفة. ليش التنتين هذول بيكونوا مع بعض؟ بيقول لي لأنه ما فيش مكان يفقد منه إلا هذا الفقد بروح لمكان تاني، وبالتالي اللي انفقد منه بصير عنده deletion، والمكان اللي أخذ هذا الفقد بصير عنده duplication لأنه موجود عنده جزء من زي اللي هذا إجا، تمام؟ وبالتالي الجزئية هذا بصير فيها مضاعفة. Both of which involve a change in the amount of DNA in of a chromosome. كل من deletion والduplication لبتها أو أساسها إنه تختلف كمية الدي إن إيه، وفي الديليشن بصير عندك نقص، في الدوبليكيشن بصير عندك زيادة. inversions شو يعني inversions؟ inversions معناته إنه الorientation الترتيب أو اتجاه النيوكليوتيدز بيختلف، كانت من يمين اليسار بصير من يسار اليمين، جزئية معينة من الكروموسوم بتطلع وبتنقلب وبترجع تدخل تاني في الكروموسوم، وبالتالي تغيير أو تركيبة الجملة هذه بتصير إيش؟ معكوسة. طب translocations، translocations وهي الرابعة، هي عبارة عن قطعة تغادر مكانها إلى مكان آخر، وقد يكون هذا التغيير في نفس الكروموسوم، يعني بتكون القطعة على طرف الكروموسوم بتصير في النص أو العكس، أو تغادر من مكانها إلى مكان آخر. ولكن قد يسأل الواحد بقولك إنه هذا طبعا هو deletion، لا، translocation بتغادر القطعة هذه في مقابل إنه بيجي محلها جزء بنفس الكمية، أو ممكن يكون أكبر أو أصغر، وبالتالي بصير في عندي استبدال، وبالتالي قطعة تغير مكانها إلى مكان آخر، في المقابل قطعة اللي إجت محلها بتروح على مكان القطعة الأولى. هذه هي الأربعة أنواع من الطفرات التي تصيب الشكل. All four classes of chromosomal structure and mutations begin with one or more breaks in the chromosome. وهنا جوهرية إنه أي واحدة من الأربع طفرات هذولا لابد لكي تبدأ أن يحصل في عندي بريكس. إيش يعني بريكس؟ يعني قطع، قطع أو أكثر، عشان يصير في عندي إيش؟ يصير في عندي إما deletion أو duplication أو inversions أو translocations. If a break occurs within a gene، الآن عاد بدك تيجي تحكي في إنه هل كل الطفرات اللي بتصير على الكروموسوم لابد حتما إن يكون إلها أثر؟ لا، مش بالضرورة. وقت ايش بكون لها اثر او بتبين؟ اذا كان هذا القطع اللي هو سبب هذول الديليش هذول الكروموسومال ستراكشرال ميوتيشنز حصل في داخل جين، يعني في جمله مفهومه مقروءه لها ناتج اللي هو بروتين حصل جواتها، يعني زي ما تقول هنا مثلا كلمه جين اقطعها من هان، تمام؟ عشان ايش؟ كل اللي وراه هذا يروح على مكان تاني. هذا الجين اللي كان شغال ويعطينا بروتين حينما يقطع يفقد وظيفته، the function will be lost، وبالتالي يظهر الأثر لهذه الميوتيشن، تمام؟ ليش ظهر؟ لأنه قطع الجين، يعني لكن لو أجي جنب الجين ونقطع وهذه القطعة راحت بيكونش إلها ذلك الأثر. Wherever the break occurs، أينما يحدث القطع، broken ends remain without the specialized sequences found at the end of chromosomes. الآن حينما يحدث القطع في طرف الكروموسوم، فإن القطع سوف يجعل الكروموسوم يفقد مين؟ التلومير. شو هو هذا التلومير؟ اللي هو بوابة الأمان والحماية على الكروموسوم، اللي هو الغطاء تبع القلم أو الغطاء تبع الكروموسوم اللي بيمنعه من أنه يلتصق من مع أي كروموسوم آخر، وبيمنعه أيضا من أنه يصير له ديجراديشن بواسطة مين؟ النيوكليازز اللي هم الإكسونيوكليازز اللي بتاكل المادة الوراثية من الآخر، تمام؟ وبالتالي سواء كان قطع في أول كروموسوم في آخره في نصه فإنه سوف يفقد التلومير، وهذا له آثار وخيمة على الكروموسوم الذي يؤدي بالنهاية فيه إلى الفقدان. اللي بيقول لي هنا the broken ends of a chromosome is sticky and can adhere to one broken chromosome ends. هلا الكروموسومات هذه اللي بتفقد التلومير بتصبح لزجة أو قابلة للالتصاق، وتستطيع أن تلتصق بكروموسومات أخرى فقدت برضو الجزئية الأخيرة من اللي هي التلومير. هاي الخاصية هي الستيكنس بتخليك تقدر تفهم كيف كثير من الأشكال الغريبة تبعت الكروموسومات بتتكون.
طبعا احنا ما اخذنا كل هالمعلومات هذه الا من ايش؟ من دراسة نوع معين من الكروموسومات اسمه بوليتيني كروموسوم. شو هو هذا البوليتيني كروموسوم؟ هو عبارة عن special kind of chromosomes found in certain tissues such as the salivary glands in the larval stages of insects like drosophila. هذا النوع من الكروموسومات هو كروموسومات خاصة وجدت في نوع معين من الأنسجة مثل أنسجة الغدد اللعابية تبعت مين؟ تبعت يرقات حشرة ذبابة الفاكهة اللي هي الدروزوفيلا. تمام؟ بينها نظام دراسة. بوليتيني كروموسومز، هذه الكروموسومات consist of chromatids bundles resulting from repeated cycles of chromosome duplication without nuclear or cell divisions. احنا اخذنا في الميتوز والميوزي انه بصير في عندي بعد ما تخلص الجي 1 والاس والجي 2 والام الكروموسومات هذه بتتفصل عن بعض وتروح كل واحدة في خلية، لكن في الحالة هذه البوليتيني كروموسومز بتتضاعف، هو عبارة عن حزم من الكروماتين تتضاعف في الكروموسومات ولكن ايش؟ بدون أن تنقسم الخلايا، فبضل عندك نواة واحدة ولكن عدد الكروموسومات اللي فيها يكفي لثلاث أو أربع خلايا. بوليتيني كروموسومز can be a thousand times the size of corresponding chromosome at meiosis or in the nuclei of ordinary somatic cells. هذا الكروموسوم اللي هو البوليتيني كروموسوم قد يكون آلاف أو ألف مرة أكبر من أي كروموسوم في الحجم الطبيعي في أي خلية عادية، making them easily detectable under the microscope. وهذا الكبر في الحجم يجعلهم مميزين في أنك أنت تستطيع أن تكتشفه تحت الميكروسكوب بكل سهولة، وبالتالي يسهل كونه نمط دراسة الكروموسومات وما يحدث عليها من طفرات. In each bulletin chromosome, the homologous chromosomes are tightly paired. Therefore, the observed number of bulletin chromosomes per cell is reduced to half the diploid number of chromosomes. مش موضوعنا مش مهمة كثير. Bulletin chromosomes are joined together at their centromeres by a proteinous structure called the chromocenter. حزم الكروماتين هذه في البوليتين كروموسوم ايش اللي بيربطها مع بعض؟ اللي هو زي السنترومير، بروتين يحيط منطقة السنترومير اسمه كروموسنتر، فهو عبارة عن حلقة بروتينية تربط السنتروميرز تبعت هذا الكروموسوم اللي هو عبارة عن آلاف من الكروموسومات في حزمة واحدة. As a result of the intimate pairing of multiple couples of chromatids, characteristic banding patterns are easily seen when the chromosomes are stained. هذا الربط لتلك الكروموسومات بيجعلها مميزة حينما تصبغ تحت الميكروسكوب. اندروزوفيلا ميلانوغاستر وهي المثال الأشهر للدراسة. For example, more than 5,000 bands and interbands can be counted in the four bulletin chromosomes. هاي الذبابة فيها أربعة بوليتيني كروموسومز، كل واحد عبارة عن آلاف من الكروموسومات. هذول الأربعة مجتمعين في عندهم 5,000 band. إيش يعني الباند؟ اللي هي الحزم اللي بتنصبغ أسود وأبيض في الجمزة ستين. الحين بنشوف إن شاء الله بالصورة. Each band contains an average of 30,000 base pair. كل حزمة من الخمس تلاف كل حزمة فيها 30,000 نيوكليوتايد بما يساوي 30 كيلو بيز من الدي ان اي. Enough to encode several average sized protein. وهي كافية لكي تعطيك حجم بروتيني مميز. DNA cloning and sequencing studies have shown that many bands contain up to 7 genes. ال DNA sequencing لهي الحزم بين انه كل حزمة فيها ما يقارب 7 جينات. اضرب 7 في 5 ويساوي 35,000 جين في الكروموسوم البروتين الواحد. كم كبير جدا. Bulletin chromosomes are mentioned throughout this chapter because it is easy to see the different types of chromosomal mutations in Drosophila salivary gland bulletin chromosomes. طبعا احنا استخدمنا هذا الكروموسوم لانه ايش؟ سهل ان ترى فيه الكروموسومال mutations اللي احنا قاعدين بنحكي فيها، فهو نمط دراسة. هذا هو مين؟ البوليتين كروموسوم، وهذا هو عبارة عن الكروموسنتر اللي هو البروتين الذي يربط الكروموسومات مع بعضها البعض. نيجي لأول نوع من أنواع الطفرات اللي بتأثر على الشكل لكن العدد طبيعي. A deletion is a chromosomal mutation in which part of a chromosome is missing. هاي ما تعرف الديليشن. الديليشن هو عبارة عن إيش؟
عبارة عن نوع من أنواع الطفرات الكروموسومية اللي من خلالها جزء من الكروموسوم يفقد. A deletion starts where breaks occur in chromosome. وين ما يصير في قطع في الكروموسوم يبدأ الديليشن. Breaks can be induced by agents such as heat, radiation, viruses, chemicals and transposable elements or by error in recombination. سبب هاي القطع، يعني ليش صار في قطع؟ القطع هو سبب الديليشن. طب ليش صار القطع؟ قد يكون سببه حرارة، قد يكون سببه إشعاع، فيروسات، مواد كيميائية معينة، اللي هم العناصر المتنقلة transposable elements، مشغولنا أنه عندها الإنزيمات التي تكفي للقطع أو تفي القطع اللي هو lines والsigns. الآن اللاينز هذول قطعت ولكن لم تستطيع أن يعني تشبك تاني، وبالتالي هاي القطعة بتروح or by error in recombination أو من خلال عملية recombination اللي هو اللي زي اللي بصير في التصالب والعبور، قد يكون في خطأ وبالتالي بصير في عندي deletion. Because a segment of chromosome is missing, deletion mutations cannot revert to the wild type state. الآن بقول لي بما أنه في جزء من الكروموسوم يفقد، لذلك لا يمكن أنه اللي ذهب يرجع، أو اللي تلف أو اللي فقد أنك أنت ترجعه إلى الحالة الطبيعية. The consequence of a deletion depends on the genes or parts of genes that have been removed. طبعا شو الأثر المترتب على الديليشن؟ قد يكون الديليشن فيش له أثر، وقد يكون أثره وخيم جدا. إيش اللي بحدد؟ هو الجينات اللي راحت أو قطع الجينات اللي راحت. تمام؟ In diploid organisms في الكائن إيش؟ محتوى الصبغة 2، يعني كل كروموسوم منه نسختين. An individual heterozygous for a deletion may be normal. حلو الكلام، هنا في علامة استفهام. ليش الشخص اللي عنده، أنا بعتبره diploid، وهنا السر في الإجابة، الشخص اللي هو diploid تمام، لما يكون هيتيروزايغس، ايش معنى هيتيروزايغس؟ يعني واحد من الكروموسومات في ديليشن والتاني ايش؟ ما فيش في ديليشن، قد يبدو نورمال. هنا علامة استفهام، هذا هو عبارة عن سؤال ان شاء الله في الفاينل. ليش هذا الكائن اللي هو ديبلويد وهيتيروزايغس الديليشن في بعض الاحيان بيكون له اثر سلبي او اثر صفر او ما فيش له اثر نهائيا؟ ليش هذا الشيء؟ طبعا هذا الكلام اخذناه في الشباتر اللي سبقت، راجعوا الشابتر بتعرفوا ليش الانسان او الكائن الديبلويد اللي هيتيروزايغس للديليشن ممكن يكون نورمال. however ايا كان، if the homologous contains recessive alleles that have deleterious effects the consequences can be severe. لكن لو كان الهومولوج في الهيتيروزايغس، يعني عندك واحد صار فيه ديليشن والتاني اللي ظله، هذا الهومولوج اللي ظل فيه ريسيسيف أليل، يعني أليل فيه مشكلة، فإن الأثر قد يكون وخيم. يبقى من هذول السطرين تستطيع الإجابة عن هذا التساؤل اللهان، ليش ممكن يكون هذا الشخص رغم وجود الديليشن طبيعي؟ وهنا بقول لك لو كان الهومولوج الآخر فيه مشكلة قد يكون الأثر وخيم جدا بدل ما يكون طبيعي. طبعا هذا السؤال بده إجابة، راجعوا زمايلكم للسنة اللي فاتت حكيت لهم بيه بالتفصيل، أو أنتوا ادرسوا الشابتر اللي سبق بتقدروا تعرفوا إجابة هذا السؤال. In the deletion involves the loss of centromere, the result is an eccentric chromosome. الآن الديليشن قد يشمل أي جزء من الكروموسومات، فلو صار إنه ديليشن طير منطقة السنترومير، فإن الكروموسوم اللي ضل بسميه أسنتريك كروموسوم، أي أنه كروموسوم بدون سنترومير. طبعا هذا إيش أثاره؟ أثاره بتظهر في مرحلة الانقسام، طالما فيش سنترومير كيف الكروموسوم هذا بده يتوزع، لأنه الكاينيتوكور بتمسك في منطقة السنترومير، وبالتالي هذا الكروموسوم إيش؟ will be lost، حيضيع في مرحلة الانقسام الخلوي. This deletion of an entire chromosome from the genome may have serious or even lethal consequences. وبالتالي لما يضيع الكروموسوم مش هروح ولا في خلية من اللي نتجه، هذا الأثر حيكون له آثار وخيمة جدا، قد يعني بعيش الكائن بأمراض وراثية صعبة جدا، وقد يكون ربنا رحيم فيه إنه يكون هذا الأثر مميت، يعني على الفار بموت. طبعا بيعتمد على إيش؟ على نوع الكروموسوم اللي صار فيه ديليشن ونوع الكائن. For example، على سبيل المثال
No, no living human have one whole chromosome of homologous pair of autosomes deleted from the genome. لم يأتي ذكر كائن إنساني واحد حي إلى الآن، مفيش ولا واحد حي صار عنده deletion لواحد من الأوتوسومز. مش احنا قلنا ان الكروموسومات مقسمة الى 44 كروموسوم جسدي واثنين جنسيات؟ هات لي واحد من الجسديات هدول راح وضل اخوه الثاني وضل هذا الانسان عايش، ما فيش ولا واحد على الاطلاق، باستثناء واحد فقط اللي هو التيرنر سندروم اللي هو الاكس او. لكن هذا الكروموسومات ايش؟ جنسية، دلالة ان هذه الكروموسومات كل شغلها على التطور الجنسي لهذا الكائن، وهذا بيظهر لما نحن ندرس الكائن هذا اللي هو التيرنر والاكس او 45 اكس او، بيظهر على انه انسان غير مكتمل المعالم الجنسية، دليل على انه الكروموسومات هذه ضرورية من اجل التطور الجنسي السليم. لكن ما فيش ولا انسان عايش صار عنده ديليشن للاوتوسومز، ففي عندي انا ايش؟ اختلاف. Survival here is a consequence of the X6 chromosome dosage compensation mechanism. طبعا الحياة هنا ايش سببها؟ انه في عندي واحد من ال X chromosomes اللي موجودين، مفروض هما اثنين، وفي عندي واحد منهم لازم يصير له inactivation. فهنا عملية ال inactivation صارت ايش؟ تلقائية، بانه صار في عندي واحد انحذف، وكأنه هو ال X chromosome اللي صار له inactivation، فبقى هذا ال X شغال بيعوض شغل اخوه اللي راح، وبالتالي هذا ما يفسر ليش هذا بضله طيب. لكن الاوتوسومز لما يصير فيهم ديليشن ولا يمكن يكون على الحياه. In organisms in which karyotypes analysis is practical, deletions can be detected by the procedure if the loss is large enough. وهنا بنرجع للكلام اللي بالاول، انه مش كل الطفرات اللي في الكروموسوم ممكن ان تراها تحت الميكروسكوب. هنا فقط بقول لي انه الديليشن تستطيع ان ترى تحت الميكروسكوب فقط اذا كان الديليشن كبير، يعني صار في قطعه كبيره من الكروموسوم راحت، فانت بتقارن اللي صار في ديليشن مع اخوه الثاني اللي ضل، تمام، او بصوره ستاندرد او ريفرنس بتقارنه فيها، وبالتالي بتعرف انه الحجم اقل من الحجم المعطوف، بتقول انه صار في عندي ديليشن. ولكن لو صار في عندي ديليشن لجزئية صغيرة لا تستطيع أن تميزها بواسطة الميكروسكوب أو بالطرق العادية، فبتلجأ إلى طرق متقدمة أكثر، منها السيكوانسينج وهي الريفرنس، أو ممكن تلجأ إلى الكروموسوم بروب وإلى غيره، أو الهايبريدايزيشن تكنيكس. In that case a mismatched pair of homologous chromosome is seen. في هذه الحالة هتلاحظ أنت الكروموسومات في مرحلة الهومولوجس بيرنج اللي هي الانقسام الميوزي، هتلاقي في عنده جزئية من الكروموسوم غير متلائمة أو غير متطابقة مع الكروموسوم الهومولوجس الثاني. ليش؟ دلالة على إنه في جزئية راحت أو في جزئية اختفت. In individuals heterozygous for a deletion unpaired loops، الناس اللي بيكونوا heterozygous للديليشن، إيش يعني heterozygous؟ يعني عنده كروموسوم صار في ديليشن وأخوه الثاني لا، فبصير عندي ايش؟ unpaired loops، الجزئية اللي انحذفت فيش لها مقابل، تمام، او المقابل تبعها موجود لكن هذه القطعة مش قادرة تعمل pairing لانه المقابل تبعها راح، فبصير عندي loop. فبصير عندي كيف؟ بصير عندي يا سيد العزيز هاي كروموسوم كامل زي هيك، وكروموسوم الثاني اللي ما صارش فيه ديليشن بيعمل زي هيك، وبصير في عندي لوب زي هيك لورا وبرجع بيكمل. هذا اللوب اللي بيكون لورا هو عبارة عن الجزئية اللي انحذفت من اللي قباله، تمام. A deletion of a chromosome segment، هنا صار في عندي، لاحظ الفارق في الحجم، انه هذا صار اصغر من هذا، دلالة انه هذا صار في عندي deletion. طيب هل هذا الديليشن يا ترى له أثر؟ يعني في أمراض وراثية تظهر على الإنسان بالتحديد مثلا سببها ديليشن؟ كتار جدا، من أشهرهم مرض بسموه كرايدوتشات سندروم. شو هذا الكرايدوتشات سندروم؟ هنحكي فيه الآن. Some human disorders are caused by deletions of chromosomal segments، مش كل الكروموسوم، لا جزئية منه. كثير من الأمراض الوراثية اللي تصيب الإنسان معروف عنها إنها سببها ديليشن. In many cases the abnormalities are found in heterozygous individuals، في كثير من الحالات الشاذة أو الغير طبيعية موجودة وين؟ في الheterozygous individuals. إيش يعني heterozygous individuals؟ يعني الناس اللي عندهم كروموسوم سليم وكروموسوم صار فيه deletion. طيب homozygotes for deletions usually die. طيب لو صار في عنده deletion في الكروموسومين
لنفس القطع بقول لي هذه الحالة بكون أثرها مميت في الغالب بكون إيش أثرها مميت if the deletion is إيش is large. طبعا ليش هنا يا جماعة السبب إنه الهوموزايغس بموت والهيتيروزايغس بموتش؟ السبب إنه على الأقل في الهيتيروزايغس في نسخة ضايلة موجودة بتعوض، لكن في الهوموزايغس النسختين اللي فيهم الجينات ضاعوا وقطعتين فيهم الجينات اختفوا، وبالتالي الوظيفة بالكلية بتنعدم، وبالتالي بيكون أثرها مميت على هذا الكائن. This distinction tells us that هذا الفارق ما بين هيتيروزايغس والهوموزايغس بقول لك إنه in humans at least the number of copies of genes is important for normal development and function. بعطيك معلومة مهمة جدا. إيش هذه المعلومة؟ بتقول لك إنه عدد نسخ الجينات مهم من أجل، مش مهم وبس، مهم جدا من أجل التطور الطبيعي لهذا الكائن ومن أجل وظيفته الطبيعية. فقد تجد بعض الجينات إنه يلزم نسخة واحدة لكي تكون الوظيفة طبيعية. في حال اشتغلوا نسختين بصير عنده مشاكل، وفي حال اختفوا النسختين برضو بصير عنده مشاكل، وبالتالي في بعض الجينات بدها نسخة تكون شغالة، وفي بعض الجينات بدها نسختين يكونوا شغلات عشان تظهر الوظيفة بشكل طبيعي. فهذا نوع من التناغم والتنسيق اللي أبدع الله سبحانه وتعالى. Typically several to many genes are lost in a deletion. في الغالب أي deletion بيكون عدد الجينات اللي صار فيها إلى فقدان يعني مش بسيط، من عدة إلى بضعة جينات. So the syndrome that result is caused by the loss of combined functions of those genes. ولذلك تجد أن الوظيفة أو المرض الوراثي اللي بينتج من هذا deletion هو عبارة عن ناتج تجميعي لفقدان وظيفة عدة جينات، يعني مش جين واحد بعينه هو اللي صار فيه فقدان وصار فيه مرض من خلال هذا الفقدان، لا، خمس ست جينات راحوا كل واحد كان بعدي وظيفة، والوظائف هذول لما راحوا صار فيه عندي أثر جماعي لهذا الاختفاء. من تلك الأمراض مرض وراثي اسمه كرايدوتشات سيندروم، هو منشأ فرنسي أو اكتشافه فرنسي. طبعا زي ما اسلفنا بكون وين؟ في الهيتيروزايغس، لانه لو صار في الهوموزايغس بصير عندي داي. الهيتيروزايغس هيومن اللي صار عنده ديليشن في كروموسوم 5 وبالاخص في البي ارم او الشورت ارم اللي هو اللي بكون فوق، بصير استئصال لجزئيه صغيره. هذه الجزئيه لما تفقد من واحد من الكروموسومات الخمسه والثاني تضلها، بصير عندي مرض اسمه كرايدوتشات سيندروم. ايش هو الكرايدوتشات سيندروم؟ هذا الكرايدوتشات هو عبارة عن ترجمة لبكاء كبكاء القطط، تمام؟ صوت الطفل هو بيبكي كأنه ميو اوف ا كات، تمام؟ كأنه صوت قطة عمالها يعني بتصرخ، هاي صوت الطفل هذا. تقريبا واحد من كل 50,000 طفل حي عنده ايش؟ هذا المرض، يعني نسبته مش كثير عالية ولكنه موجود. سببه ايش يا ترى؟ deletion heterozygous في short arm of chromosome 5. هذا هو شكل المجرم هذا اللي هو كرايدوتشات. هاي كروموسوم 5 في البي ار، شاف هذا البي ار هذا الطبيعي، هنا الجزئية هذه الباند هذه السوداء مفقودة، هذه الجزئية أو الباند هذه فيها عدة جينات، هذه الجينات لما فقدت أدت إلى أنه هذا الطفل يكون بالشكل اللي احنا شايفينه. يبدو هو يبدو ظاهري أنه فيش عليه شيء، ولكن عنده كثير أمراض أو disorders إلها علاقة بالميتابوليزم، سببه خلال الخلل اللي صار على كروموسوم 5. طبعا هذا احنا بنسميه ايش؟ كاريوتايب، باستخدام مين؟ الجي باندنج اللي هو الجمزة ستين. طبعا الحزم السوداء هذه هي عبارة عن ايش؟ الباندز اللي احنا بنحكي فيها. Another example is Prader-Willi syndrome. مثال اخر للديليشن هو مرض وراثي اسمه Prader-Willi syndrome which result from heterozygosity for a deletion of part of the long arm of chromosome 15. هان الحذف صار في مين؟ في اللونج arm اللي هو الكيو arm الجزئية اللي تحت. طبعا هنا ايش؟ هيتيروزايغس في كروموسوم 15. Many individuals with the syndrome go undiagnosed. كثير من الحالات بتضلها غير مشخصة. So it is the frequency of occurrence is not known accurately, although it is estimated to affect between 1 إلى كل 10,000 and 1 إلى 25,000 people, predominantly males. طبعا غالبية الحالات بتبينش إلا بالصدفة، وبالتالي التقدير الفعلي لإله مش دقيق.
ممكن يكون من 1 لكل 10,000 مولود أو 1 لكل 25,000 مولود، وبالغالب بكونوا إيش؟ ذكور. طبعا إيش السبب في هاي القصة إنه ليش بكون التقدير مش دقيق؟ موضوع اسمه paternally imprinted و maternally imprinted، موضوع آخر إشي في شابتر 6 هناخده بالتفصيل. Infants with this syndrome are weak and the growth is poor. الأجنة اللي بهذا المرض بكونوا ضعاف ونموهم غير طبيعي. By the age 5 to 6 for reasons not yet understood, children with Prader-Willi syndrome become compulsive eaters which result in obesity and it is related health problems. ما بين سن 5 إلى 6 سنوات الناس اللي عندهم المرض هذا يصبح يعني يأكل بشراهة بدون تحكم، بمعنى آخر أنه يفقد الشعور بالشبع، بضلوا يأكل 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 إلى أن يصبح ذو سمنة عالية جدا، وما يصيبها أو ما يلحقها من أمراض إلها علاقة فيها. Left untreated، الناس اللي بتعالجوش هدول، طبعا بقول لي مرض وراثي كيف بتعالج؟ المرض الوراثي علاجه أنك أنت تقلل من الأعراض بس، لكن شفاء تام ما فيش. كيف أنت ممكن تعالج؟ أنك أنت تتحكم في الأكل تبعه. Afflicted individuals may have or may feed themselves to death. الناس هذول إذا تركوا على راحتهم حيضلهم يأكلوا لأن إيش؟ يموتوا. Other phenotypes associated with the syndrome include poor sexual development in males, behavioral problems and mental retardation. أعراض أخرى، طبعا هذا الكلام هو الرئيسي اللي ببين بشكل واضح عليهم، لكن شغلات تانية إضافية إن التطور الجنسي بيكون عندهم غير صحيح، السلوك تبعهم غير سوي، بالإضافة إلى تخلف عقلي ممكن أن يلحق بهم. طيب يا سيدي العزيز، ايش موضوعنا الان؟ الدوبليكيشن اللي هي المرافق لها. طالما صار في عندي ديليشن في الجزئيه لازم يكون الدوبليكيشن صار في مكان ثاني. الدوبليكيشن اذا كروموسوم ميوتيشن ذات ريزلت ان ذا دبلينج، مضاعفه جزء من الكروموسوم، يعني صار الجي صار منه نسختين. طيب the size of the duplicated segment varies widely، طبعا كمية الجزئية اللي اللي بصير لها duplication تختلف من مرة لمرة. And duplicated segments may occur at different locations in the genome or adjacent to each other، طبعا الجزئيات المضاعفة هذه قد تكون متجاورة وقد تختلف في الأماكن. Consider normal chromosome as shown in the figure when the mutation generates duplicated segments that are adjacent to each other with the order of the genes in both segments the same as the order of the original, the mutation is tandem duplication. الآن الجزئيات اللي تم مضاعفتها لو كانت متجاورة واتجاه الجزئيات اتجاه بعض، يعني أنا مثلا سالب موجب سالب موجب، فإن هذا التجاور أو هذا duplication بسموه tandem duplication. طيب when the order of genes in the duplicated segment is the opposite، بمعنى سالب موجب بعدين موجب سالب، صار في ايش؟ عكس لاتجاه القطع، فان هذا بسموه reverse tandem duplication. حلو. When the duplicated segments are arranged in tandem at the end of a chromosome the mutation is terminal tandem duplication. يعني لو صار في عندي مضاعفة والجزئيات المضاعفة هذه كانت على طرف الكروموسوم، تمام، فبقول انها terminal tandem duplication. Heterozygous duplications usually result in unpaired loops similar to those described for chromosomal deletions and therefore may be deleted cytologically. طبعا الشكل تبع الكروموسومات هدول خلال مرحلة الهومولوجس بيرينج في الميوزي، تمام، ينتج انه بصير عندي لوب. ايش هو لوب؟ جزئية هاي الكروموسوم اللي صار في الكروموسوم العادي وهاي الكروموسوم اللي صار في دوبليكيشن، بتلاقي في عنده بروز جانبي اللي احنا بنسميه لوب. طبعا هذه الأشكال تكون مميزة لإلهم وتستطيع أن تكتشفها تحت الميكروسكوب بالستينينج العادية أو الجي باندينج. طيب هاي تاندم دوبليكيشن سي بي سي بي، شايف اتجاه واحد، هذا تاندم دوبليكيشن. بي سي سي بي الاتجاه انعكس، قطع هذه وعكس اتجاهها مع هذا بسموه ريفيرس تاندم دوبليكيشن. هنا الدوبليكيشن صار وين؟ على الأطراف، فبسموه terminal tandem duplication. Duplication have played an important role in the evolution of multiple genes with related functions اللي هو multiple or multiple gene family. الآن احنا بنسمع بعائلات الجينات،
عائلات الجينات هذه ايش معناها؟ انه عدة جينات تتشابه في الشكل لدرجة كبيرة جدا، وكأنهم نسخ، وكأنهم ايش؟ نسخ بأدوا وظيفة متقاربة. طبعا من وين اجوا هذول؟ يعتقد انه اساسهم عملية ايش؟ دوبليكيشن. على سبيل المثال، هيموغلوبين مولكيولز contain two copies of each of two different subunits, the alpha globin polypeptide and the beta globin polypeptide. يعني الهيموغلوبين عبارة عن ايش؟ اربعة polypeptides، تنتين من كل نوع، تنتين الفا وتنتين بيتا. At different developmental stages from the embryo to the adult، عبر مراحل النمو الطبيعية من الجنين الى البالغ، الانسان عنده انواع مختلفة من انواع الهيموغلوبين، بتتركب باشكال مختلفة مع البوليبيبتايدز اللي موجودين، الفا جلوبين بيتا جلوبين بوليبيبتايدز، في عندي جاما في دلتا وكذا. هذول من وين بيجوا؟ من الجين فاميليز. طيب the sequences of the alpha globin genes are all similar as are the sequences of the beta globin genes. It is thought that each assembly of genes evolved from a different ancestral gene by duplication and subsequent divergence in the sequences of the duplicated genes. يعني يعتقد طبعا بالتحليل وجدوا انه الجينات تبعت الالفا جلوبين والجينات تبعت البيتا جلوبين تتشابه بدرجة كبيرة جدا، وهذا اندل على شيء يدل على انه هذه الجينات منشأها تقريبا واحد، واساسها او اصلها هو عملية دوبليكيشن صارت في منطقة معينة في الكروموسومات. طيب النوع الثالث من مين؟ من الانفيرجن، من الكروموسومال ميوتيشنز، اللي هو الانفيرجن. ايش الانفيرجن؟ انه قطعة بصير فيها قطعين، الكروموسوم بصير فيه قطعين، واحد فوق وواحد تحت، على الاقل قطعة واحد او قطعين، بس بتطلع القطعة هذه بتنقلب بمقدار 180 درجة ثم ترجع الى الكروموسوم مرة اخرى، تمام؟ لكن ايش ناتج الانقلاب هنا؟ انه اللي فوق صار تحت واللي تحت صار فوق، اللي هو تغيير اتجاه الجينات. An inversion occurs when a chromosome segment is detached، تنزع تقلب بمقدار 180 وتعاد الى داخل هذا الكروموسوم. وكنتيجة لذلك ترتيب الجينات في هاي القطعة اللي طلعت ماله بده ينعكس. Such rearrangements can be induced by the laboratory in the laboratory by X-radiation which breaks chromosome into pieces. طبعا هذا النوع من الطفرات ممكن انك انت تسويه داخل المختبر بيس، انك تستخدم نوع معين من الاشعة اسمه X-radiation، بيعمل 2 cuts في الكروموسوم وبتطلع القطعة بتنقلب بعدين ترجع تاني. Sometimes the pieces reattach but in the process as a segment gets turned around and inversion occur. There is also evidence that inversions are produced naturally through the activity of transposable elements. في دليل او في كلام بيقول انه عملية الانفيرجنز تحدث تلقائيا، والسبب فيها مين؟ اللي هو الترانسبوزابل elements. طيب sometimes in the course of moving these elements break a chromosome into pieces and the piece reattach in a parent way producing an inversion. كلام معاد ان القطعة تقطع ثم تقلب وترجع للكروموسوم، وهذا الدخول او هذا الترتيب ينتج كروموسوم شاذ في الجينات تبعته. Inversions may also be created by the attachment of chromosome fragments generated by mechanical shear. ايش الميكانيكال شير؟ اللي هو بتحط الخلايا وبتكسرها في انبوبة زجاجية او في انبوب تستتيوب فيها قطع زجاجية، تمام؟ وبتعمل ميكانيكال شيرينج اللي هو عبارة عن يعني خض او بتحرك الانبوبة بتخلي الجلول او القطع الزجاجية هذه اللي جوا تكسر الكروموسومات، تمام؟ وتترك الفرصة للكروموسومات ان تلتحم من جديد. Perhaps as a result of a chromosome entanglement within the nucleus. No one really knows what fraction of natural occurring inversions is caused by each of these mechanisms. Cytogenetists distinguish between two types of inversions. اللي بهمني من الكلام هذا انك تعرف شو معنى الانفيرجن وتفرق بين النوعين هذول اللي من الانفيرجنز، الباراسنتريك والبيريسنتريك. ايش الفرق ما بين التنين؟ هو هل السنترومير هو جزء من القطعة اللي طلعت وانقلبت،
والله مش جزء منها. فبقول لي pericentric inversion include the centromere. تمام؟ ايش يعني include the centromere؟ يعني القطعة اللي طلعت وانقلبت للسنتروميير بكون في النص جواتها. فمعنات الكلام انه القطع الاول بده يكون في البي ارم والقطع الثاني بده يكون في الكيو ارم، فبتطلع القطعة بتنقلب وبعدين ترجع الثاني، هذا بسموه pericentric. الباراسنتريك لا، لا تشمل السنتروميير، do not involve the centromere. بمعنى اخر انه التو كاتس او القطعين وين بيكونوا؟ في وان ارم، يا اما التنين في البي ارم اللي فوق وبتطلع القطعه بتنقلب وبترجع تاني والسنتروميير بضل زي ما هو، او القطعين بتصيروا في الكيو ارم والقطعه بتطلع بتنقلب وبترجع تاني، فهذا بسموه باراسنتريك. فالبيريسنتريك القطعه التي تقلب تشمل السنتروميير، والباراسنتريك القطعه التي تقلب لا تشمل السنتروميير. The consequence is that a pericentric inversion may change the relative lengths of the two arms of chromosome, whereas paracentric inversion do not have such effect. طيب مين منهم أخطر من الثانية؟ والله تنتين متقاربات، ولكن اللي أثرها بيكون واضح هي pericentric inversion. ليش؟ لأنها قد تحول الكروموسوم من ميتاسنتريك إلى سب ميتاسنتريك أو تيلوسنتريك كروموسوم او acrocentric كروموسوم. ليش؟ لانها تغير مين؟ مكان السنترومير، قد يكون في النص مع القطعين بتقلب لفوق وبصير sub metacentric، وبالتالي البيريسنتريك اثرها بكون اوضح من الباراسنتريك تحت الميكروسكوب. Thus لذلك if an acrocentric chromosome acquires an inversion with a break point in each of the chromosome's arms, it can be transformed to a metacentric. وهذا الكلام اللي تو حكيته، لو صار في عندي acrocentric كروموسوم اللي هو السنتومير بيكون فيه اقرب ما يكون الى الطرف، لو صار في هذا الانفيرجن تمام فانه سوف يتحول الى metacentric كروموسوم، بمعنى انه السنتومير يصير في النص. However if an acrocentric chromosome acquire an inversion in which both of the breaks are in the chromosome's long arm، بمعنى انه صارت two cuts في البي arm أو في الكيو آرم، the morphology of the chromosome will not be changed. يعني لو الأكروسنتريك صار فيه بيريسنتريك انفيرجن بتغير من أكرو إلى ميتاسنتريك. لو الأكروسنتريك كروموسوم صار فيه عندي باراسنتريك انفيرجن لن يتغير شكله، لأنه بكون القطع كله صار في الأرم اللي تحت وبيبينش في تحت في الصبغة. Hence with the use of standard cytological methods, pericentric inversions are much easier to detect than paracentric inversions. وهذا بعطيك هنا هنت ملحوظة انه باستخدام الطرق التقليدية تبعت السيتوجينيتك البيريسنتريك انفيرجن اسهل في الكشف من الباراسنتريك انفيرجنز، والسبب في ذلك اللي هو موقع السنترومير اللي بتغير. An individual in which one chromosome is inverted but the homologue is not is said to be an inversion heterozygous. اي واحد صار في عنده في واحد من التو homologous chromosomes inversion والتاني لا، بقول عنه inversion heterozygote. طب هذا له اثر يا ترى في خلال مرحلة الانقسام الميوز والميتوزي؟ اكيد اكيد له اثر. During meiosis the inverted and the non-inverted homologous chromosomes pair point for point along their length. كل قطعة بدها ترتبط مع القطعة الهومولوج تبعها، لكن لما يكون في عندي انقلاب او انعكاس كل قطعة لما بدها تدور على القطعة اللي زيها وترتبط معاها شكل الكروموسوم حيكون مختلف جدا، فبكون لها شكل مميز. However because of the inversion the chromosomes must form a loop to allow for pairing in the region where their genes are in the inverted order. وعشان يصير في homologous pairing للكروموسومات اللي صار فيها انفيرجن لازم كل واحد يدور على الهومولوج تبعه من الجينات، وهذا بخليها الكروموسومات اقصد تعمل لوبينج وتاخد شكل مميز. الحين ان شاء الله ممكن نشوف الصورة. In practice either the inverted or non-inverted chromosome can form the loop to maximize pairing between them. طبعا لازم اللوبينج او التغير في الشكل عشان يصير الاقتران ما بين المتشابه. طبعا هنا ايش بقول لي؟ هذا بيريسنتريك انفيرجن، صار في عندي كتان وكتان، هاي القطعة لما بتنقلب
صار عندك من acrocentric chromosome الى submetacentric او الى الميتاسنتريك. طب في الباراسنتريك انفيرجن هاي قطعها وقطعها، هذه القطع استبدل عفوا انقلبت ورجعت تاني موقع السنترومير لما يتغير، وبالتالي هذه صعب الكشف عنها بالطرق التقليدية، ولكن هذه سهل جدا انك تكشفها. هذا هو الاثر اللي بصير لما يصير في عندي انفيرجن. هذا كروموسوم طبيعي، هاي الهومولوج تبعه، ولكن صار فيه ايش؟ انفيرجن. الحين هذه الاتش مع الاتش لما بدهم يعملوا بيرنج خلال مرحله الانقسام الميتوزي والكروسنج اوفر او الميوزي والكروسنج اوفر، الاتش مع الاتش والجي مع الجي والاف مع الاف، الاي ما تقدرش تمسك مع السي لان السيكونسز هنا غير عن السيكونسز هنا، فبتضطر تعمل لوب تلف حاله عشان ايش؟ تيجي قبال الاي، والدي كذلك الامر والسي كذلك الامر، فبياخذ الشكل هذا، هذا بسموه لوبس. فهذا الشكل مميز لإلهم تحت مين؟ تحت الميكروسكوب. فأنت لما نشوف الشكل هذا اعرف انه في عندك ايش؟ انفيرجن هيتيروزايغس، صار في عملية ايش؟ الاخيرة الترانزلوكيشنز. الترانزلوكيشن اكر when a segment from monochromosome is detached and reattached to a different that is non-homologous chromosome. تمام؟ وكيف بصير الترانزلوكيشن او استبدال موقع؟ حينما تقطع جزئيه من الكروموسومات ويعاد ربطها في مكان مختلف او في كروموسوم مختلف اللي هو نون هومولوجس، يعني واحد طلعت من واحد لكروموسوم خمسة مثلا. طب ايش الملفت للنظر في الترانزلوكيشن؟ انه الجينات تغير مكانها من كروموسوم الى كروموسوم اخر. طبعا ايش المشكله؟ طب اقول لك ما هو في نفس الجينوم يعني ما بعدتش كتير. لا، قد يكون الجين هذا اللي انتقل من مكان لمكان تاني اللي بيأثر عليه سواء سلبا او ايجابا موجود على نفس الكروموسوم، وبالتالي بقدرش يأثر عليه لو كان في مكان تاني. when pieces of two non-homologous chromosomes are interchanged، حينما يتم استبدال قطع ما بين two non-homologous chromosomes، يعني مثلا واحد وخمسة، انا بديك قطعة وانت تاخذ مني قطعة without any net loss of genetic material، بدون اي فقدان للمادة الوراثية، ولكن بس اللهم انه استبدلت قطعة مكان قطعة، فان هذه العملية تسمى reciprocal translocation. تمام؟ انتقال تبادلي. الشكل التالي بيوضح لك reciprocal translocation between two large autosomes. These chromosomes have interchanged pieces of their right arms. بنوريك اياها كمان شوية. During meiosis, these translocated chromosomes would expect to pair with their translocated homologous in a cruciform or cross-like pattern. وين المشكلة طيب؟ طالما المادة الوراثية ما انفقدتش، ولكن اللهم إنه انتقلت من مكان لمكان، بقول لي خطرها وأثرها أوضح ما يكون خلال مرحلة التصالب والعبور أو خلال مرحلة اقتران المتماثل والهومولوجس بيرينج. واحد بده صف مع اخوه واحد، اثنين مع اثنين، ثلاثة مع ثلاثة، أربعة مع أربعة. بقول لي لما يكون في عندي كروموسومين زي واحد وخمسة مثلا، تم استبدال ما بينهم في قطعة معينة. الآن لما بده يصير في اللي هو الهومولوجس بيرنج، واحد السليم لما بده يصف مع واحد اللي فيه جزئية من خمسة، كيف بده يكون شكله؟ طيب خمسة كذلك الأمر، اللي فيش فيه إشي واللي خمسة الثاني اللي إجا جزء من واحد، كيف بده يصف؟ بقول لي هذول التنين واحد وخمسة بتلاقين عاملين زي شكل الصليب. التنين هذول اللي صار بينهم استبدال بصير عاملين شكلهم زي شكل الصليب خلال مرحلة الانقسام الميوزي، فبيعطوك شكل مميز اسمه كروسي فورم أو كروس لايك باترن. The two translocated chromosomes face each other. الآن بالصورة يتضح أكثر. هذا هو الآن، هذا كروموسوم وهذا كروموسوم، هاي التنين ماشي، هذولا هم تو هوملوجز لكروموسوم معين، وهذولا تو هوملوجز لكروموسوم تاني. الحين هذا وهذا صار بينهم استبدال، انا اعطيتك جزئيه وانت اعطيتني جزئيه، ماشي، كل واحد راح لحل سبيله. الان في البيرينج خلال مرحله الانقسام الميوزي كيف بده يصير اقتران؟ كل واحد بدور على ايش؟ الجزئيه تبعته. مش بس هان، الان لما بده يصير في عندي مش قلنا في الانافيز واحد انه الهومولوجس كروموسومز بتنقسم، الحين هذول بدهم يروحوا على جنب وهذول بدهم يروحوا على جنب. الان هذول عباره عن واحد سليم واحد
في جزئية تانية من مكان تاني، وهل أن كذلك الأمر؟ طب وين الخطورة يا ترى؟ الخطورة يا سيد العزيز إنه هذول حيروحوا على خلية جميت، تمام؟ هذا كروموسوم واحد مثلا، هذا كروموسوم خمسة. لكن هذا إيش بيفرق عن هذا؟ إنه هذا في جزئية إضافية من هذا الكروموسوم، فبصير عندي حالة اسمها ترايسومي، يعني هذا هاي كروموسوم كامل في جميت، وحيدي من الجميت يعني نفس الكروموسوم، تمام؟ زائد النتفة هذه اللي فوق هذه الخضرة، وبالتالي بصير عندك اثنين وجزئية من الكروموسوم نفسه ولكن منقولة على كروموسوم تاني. في نفس الوقت بدك تلاقي ايش؟ مونوسومي ديليشن هذا الكروموسوم، تمام؟ هتلاقي له اخو في الجميت التاني ولكن على الهيئة هذه، يعني مثلا افترض انه هذا هو الجميت الكروموسوم تبع الجميت التاني، وهذا الكروموسوم تبع الجميت هذا اللي صار فيها خلل. ايش فيه في التنين هذول ناقص؟ انه هذا الجزئية مفقودة اللي هي الاساسية استبدلت بواحدة تانية، وبصار في عندك هنا ايش؟ مونوسومي. بصير عندي ايش؟ مونوسومي، يعني انه النسخة هذه فيش منها غير، او الجزئية هذه فيش منها نسختين، فيش منها غير نسخة واحدة اللي هي هذه. بالمقارنة هنا في عندي ترايسومي، هذه وهذه واللي بتيجي مع الجميت التاني، فبصير عندك كروموسوم زي هذا وكروموسوم هذا، هي اثنين، والجزئية هذه فبصيروا ثلاث قطع من الجزئية، وبصير عندك الترايسومي في النتفة هذه. فالترانز لوكيشن اثرها انه بصير في حاجة اسمها عندي ترايسومي وحاجة بسموها مونوسومي. ايش يعني ترايسومي؟ يعني انه الجزء موجود بثلاث نسخ، تمام؟ طب المونوسومي انه الجزء موجود بنسخة واحدة. طبعا هذا له اثاره على الكائن الحي وصفاته. بالمناسبة الداون سيندروم شو سببه؟ انه في عندي زيادة، طبعا هذا الجزئية الثانية من الكروموسوم ليميتيشنز اللي هو التغير في العدد، بصير عنده زيادة في كروموسوم 21 وبصير عنده ثلاث نسخ، فالكاريوتايب بيكون تبعه 47 XY سواء كان ميل او فيميل او XX فاصلة بلس 21. ايش يعني بلس 21؟ يعني عنده نسخة اضافية من كروموسوم 21، تمام؟ فبقول لي انه الداون سيندروم هذول اللي عندهم نسخ زيادة في 21 في منهم عدد الكروموسومات تبعهم 46 العدد الطبيعي، تمام؟ لكن عنده داون سيندروم. ايش السبب؟ اللي هي partial trisomy اللي هي الحالة هذه سببها الترانسلوكيشن. فخمسة في المية من حالات الداون سيندروم سببهم، خمسة في المية سببهم اللي هو الحالة هذه اللي هو الترانسلوكيشن، وخمسة وتسعين في المية او اقل شوي يمكن 92 او 91 سببهم اللي هو الزيادة في كروموسوم 21. بضل عندي 1 أو 2% اشي راح نحكي فيه كمان شوية، تمام؟ فإلها اثر مبين وواضح هاي النوع من الكروموسوم ليميتيشن.